الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام معنا عبر الهاتف. صباح الخير على حضرتك يا أستاذ جميل، منورنا في هذا الصباح. صباح الخير يا أستاذ باسم. صباح الخير يا أستاذ أمل. صباح الفل. صباح الفل على حضرتك. والحقيقة أن الخبر ده إحنا بنتحدث عن جهود حياة كريمة وإزاي بتوصل للمصريين في كل مكان وكل القرى والنبوع والرجوع، يعني إحنا بنتحدث عن كل شبر من أرض مصر حتى المراكز البعيدة جدا. يهمنا أن إحنا نعرف من حضرتك تأثير هذه الحملة، وإحنا بنتحدث عن 12 وحدة للتدريب المهني، وخصوصا فكرة اختيار المهن اللي هيتم التدريب عليها. هي مهن محتاجها السوق بالفعل علشان الناس تخلص التدريب وتبدأ عمل على طول، وبالتالي يبقى بنرتقي أو بندي الناس فرص للعمل، وأيضا بنرتقي بالمجتمعات اللي هم عايشين فيها علشان أكيد هيقدموا الخدمات لمن يعيش في هذه المجتمعات. هو طبعا في البداية احنا لازم نعرف أن مبادرة حياة كريمة الهدف منها الاهتمام بالمواطن المصري والالتقاء بالمواطن المصري على كافة الأصعدة، مش الاهتمام فقط بالمباني أو الإنشاءات أو خلافه، لا، هو الاهتمام بالشخصية المصرية وبالمواطن المصري بشكل كبير. طبعا مهنتك مستقبلك، مبادرة مهنتك مستقبلك اللي هي منبثقة مبادرة حياة كريمة، الهدف منها تدريب المواطنين على أو الشباب على مهن جديدة هيستفيد منها القرى اللي هم منها، وأيضا هيستفيد منها السوق المصري، وهيستفيد منها الشباب، توفير فرص عمل جديدة للشباب المصري اللي متواجد في هذه القرى. وده شيء في غاية الأهمية، أن يتم الوصول إلى هذه القرى وهذه النبوع ثم تدريب الشباب فيها، بجانب العمل على إعادة تأهيل القرية بشكل كبير، مع تأهيل الشباب أن هم يتم توفير فرص عمل ليهم مهن تحتاجها هذه القرى في الوقت الحالي. إذن الدولة بتسعى في الوقت الحالي إلى الاهتمام بالمواطن المصري، الاهتمام بتوفير فرص عمل ليه، مش فرص عمل في مشروعات أو في حكومة، لا، فرص عمل مهنية، إن هو يقدر بإيده إن هو يشتغل، يقدر بإيده إن هو يحقق حلم، لأن كل واحد عنده مهارة وكل واحد عنده حلم وكل واحد عنده هدف إن هو يقدر يوصل له. فبوصول هذه العربات والمراكز اللي هتتعمل في القرى هتقدر تحقق لكل شاب فرصته أو المهارة اللي هو عايز يعملها من خلال هذه الوحدات. وأعتقد أن ده شيء مهم جدا بتقدمه الدولة المصرية وبتقدمه المبادرة الأعظم في تاريخ مصر اللي هي مبادرة حياة كريمة للمواطن. صحيح أستاذ جميل، أنا فهمت من الخبر ومن كلام حضرتك وصحح لي لو سمحت، أن جهود الدولة الآن تتجه للصناعات المختلفة، الصناعات التي تحيي أو تسهم في انتعاشة الاقتصاد المصري، خاصة أن دلوقتي في كمان نهضة للتعليم، تعليم الصنايع، ونهضة في نظم التعليم الأخرى. إذا نحن بنتحدث عن توفير مهن وفي نفس الوقت تدعيم نظم تعليمية وفي نفس الوقت إحياء الاقتصاد المصري بشكل أكثر ثراء. تفضل. بالطبع الدولة طبعا بتهتم في الوقت الحالي بالتعليم الصناعي، وكان في اهتمام كبير منذ فترة، والرئيس وجه ان يكون في اهتمام بالتعليم الصناعي والمدارس الصناعية يتم الاهتمام بها بشكل كبير وتطويرها. ليه؟ لان سوق العمل بيتطلب مجموعات من الشباب متدرب على مستوى عالي للعمل في المصانع، للعمل في المراكز الحديثة اللي بيتم إنشائها داخل الدولة المصرية. يعني مش كل التعليم لازم الكل يدخل كليات ضخمة أو الكليات مثلا هندسة أو تجارة أو خلافه، لا، العمل على إنشاء أو إعطاء فرص كبيرة للشباب إن هم يقدروا يكونوا متدربين بشكل كبير على المهن الصناعية، ده شيء مهم جدا الاعتماد عليهم في المصانع اللي يتم إنشائها في الوقت الحالي، وخلق فرص عمل جديدة لهؤلاء الشباب، لأن دي فرص عملها بتبقى سريعة جدا، لأن صحيح. المصانع الكبيرة بتستوعب عدد كبير من هؤلاء الشباب اللي هم مدربين في المدارس الصناعية.
نعم، ويمكن هنا حضرتك بتتحدث عن المصانع يا أستاذ جميل، وإن كان ممكن برضو سوق العمل، يعني إحنا لو ركزنا على أنواع التدريب المختلف الموجودة اللي هتكون في هذه الوحدات اللي هتوصل إلى عدد 30 وحدة إن شاء الله بنهاية هذا العام، بنتحدث عن تركيب وصيانة كاميرات المراقبة، بنتحدث أيضا عن صيانة الأجهزة المنزلية، صيانة الشاشات وأجهزة الحاسب الآلي، صيانة أجهزة التكييف والتبريد، كل هذه الأمور بنتحدث إذن عن أن هو حتى الشخص المتميز فيها سوق العمل من خلال المصانع، ولكن ايضا يقدر ان هو يبدا المشروع الخاص به اذا اراد واذا كان مميز في عمله ويخدم ايضا اهل منطقته. ما هو ده اللي احنا بنتحدث فيه، هو ان هو يبقى فيه مشروعات صغيره ايضا، يعني مشروع مهنتك او مبادره مهنتك مستقبلك دي الهدف منها ان هي تبدا في الشاب يبدا في المشروعات الصغيره، يعمل مشروع صغير من اجل خدمه لمنطقته في المشروعات اللي زي ما حضرتك بتقول عليها او اتكلمت فيها، ان هو صيانه اجهزه التكييفات، صيانه اجهزه المراقبه وخلافه، كل ده يبتدي يعمل هو مشروع صغير يخدم بيه اهل بلده، او دي المهنه دي هتستفيد منها اهل بلده في القريه اللي هو موجود فيها، وهو كمان هيستفيد من خلال المشروع اللي هيعمله. اذا بنخلق فرص عمل بنخلق ايضا مشروعات صغيرة بتدور الربح على الشاب والمواطن، وبيستفيد منها أيضا أو بتستفيد منها القرية اللي هو متواجد فيها. طيب أستاذ جميل، كيف بقى سيؤثر ذلك تدعيم المشروعات الصغيرة؟ والدولة المصرية دلوقتي بتهتم بتدعيم أو التدعيم الاستثماري بشكل عام، مشاريع صغيرة ومشاريع ضخمة، كيف سيؤثر تدعيم المشروعات الصغيرة على مستقبل التنمية في مصر؟ هو بالطبع تدعيم المشروعات الصغيرة بيعود بالنفع على الدولة المصرية. ليه؟ لأن هو احنا في الأول بنوفر فرص عمل للشباب المدرب. النقطة الثانية المهمة جدا ان بيستفيد منها، او الخدمات بتصل الى كل المنطقة في الجمهورية، يعني مش منطقة يبقى فيها خدمات ومنطقة ما فيهاش خدمات، لا كل المناطق فيها خدمات بأيدي أبناء هذه المنطقة، ان هو بيقدر ان هو يوفر الخدمات دي اللي موجودة في المنطقة، ثم أيضا بيعود بالنفع على الدولة المصرية بشكل كبير. إذا الخدمات كلها بتبقى متاحة، فرص العمل متاحة، أيضا المنطقة نفسها بيتم تطويرها وتحديثها من خلال مبادرة حياة كريمة، ويبقى في صيانة أيضا لكل المشروعات اللي بتتم من خلال المشروعات اللي بتتم داخل هذه القرية. إذن إحنا بنتحدث عن تنمية كلية وشاملة من بداية المشروعات الصغيرة، أو من بداية قبل كده كمان التعليم والنهوض بالمستوى التعليمي في كل مناحي التعليم، مرورا بالصناعة والزراعة والتطوير في كل المجالات التي تعتمد على التنمية الفكرية المهنية الاجتماعية. أستاذ جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام، شكرا جزيلا لحضرتك، شرفتنا.